to be a part of this beautiful initiative with all these flowers. Wonderful to be here. We had a beautiful group of very nice and warm-hearted people. هاي الورشة كانت وايد مفيدة حقي يعني شخصياً وأتوقع حق كل اللي اشتركوا. طبعاً المتدربات أنا جداً سعيدة بتشكيلة المتدربات اللي كانت ويانا. طبعاً 70% من المشتركات من السعودية كانوا و30% من البحرين وحدة كانت من الكويت جايتنا. فطبعاً الدورة أنا يعني ما لها غير محددة. الورد لغة عالمية، فأنا سعيدة جداً أنه جمع هذه المجموعة الكبيرة من المتدربات أنهم موجودين. And it was for them quite a challenge to learn all the Dutch techniques because, yeah, you know, the Dutch are really fond of flowers and we sell them all over the world and we really want to have a good technique with the flowers when it comes to all the festivities like weddings and everything what is concerned with happiness. It's began like a very small idea of hosting Borma Institute to be here in Bahrain. I met Jacqueline Borma, who's the president of the institute. I think it was a very good result, and also because of this here and Nala inviting us to give the workshop. It is very special, so it's my second time here in Bahrain. The Borma Institute is a Dutch school, private school, and my parents started it in 1980. وكذلك يسعدني أن أقف حاليا بين مجموعة أخرى من المتدربات، وهم مجموعة رائعة من بنات الخليج. خلي يحبون شغلهم ويستمرون ويحاربون إذا كان في أحد مثلا يعني يكسر مزاديفهم ولا مثلا ما يقبل شغلتهم هذه، خلي يستمرون ان شاء الله والله يوفقهم. انا ما كنت ادري ان تنسيق الزهور كانك تسوي عمليه جراحيه تجميليه فيها ابداع. والله بشكل عام كاول دوره او كاول كورس كان بشكل وايد جميل، الترتيب كان وايد حلو، نهله ما قصرت والقالة كان وايد شيء مرتب. أنا جاية من السعودية، كثير استفدت صدق. أنها كانت بس 2 days بس كانت full of information. Thank you.
طبعاً أول ناس اللي ممكن أنا أشكرهم اللي هو معهد بورما اللي هو تلبيتهم الدعوة أنهم يقومون بالدورة هنا في البحرين. ثاني شكر طبعاً رئيسي حق اللي هو البارتنرز محل سنغافورة، لولا دعمهم وتواجد طبعاً الطاقم ما كان العمل استوى. شكر رئيسي حق طبعاً ضيوف الشرف عندنا عمر الرئيس أنفال الأنصاري، طبعاً كان في مفروض يكون عندنا ضيوف بس للأسف اعتذروا آخر لحظة من خارج البحرين. طبعاً شكر رئيسي حق السبونسرز والرعاة، طبعاً ميديا لاند أول شكر أن يكونوا يعني تغطيتهم الدورة على مدى اليومين السابقين، وطبعاً شكر حق السبونسرز اللي هو 973 شكر ليلي وش اسمه لا بالله أظن إحنا شكر لنا يعني بس لا الحمد لله والله يعني طبعاً هذا لين كل الجهود ما كان بيستوي شيء لولا يعني تعاونهم جميعاً.